السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانتوما لي العبايات في امستردام دابر ستراد، هما العبايات الاثمنه مناسبه واخر ما كاين في العبايات، داكشي زوين بزاف. المهم هانتوما، والنمره اللي بغاها يدخل عندي للقناه وغادي يلقى النمره تليفون النمره. انا جات لكم المحل ديال امستردام اللي قلت لكم، دابا نخلي لكم التليفون تحت التوابات كما كتشوفوا. شوف هذا شحال زوين هذا الكري، هذه راه بحال جوهره مبره. شوف هاد الجوهرة عاوتاني شحال زوينة، العبايات البلاصة ها فين جاو، السوق ديال ظفر مغارك في أمستردام. إلا جيتو السوق تجيو هنايا، عندو حتى التيكون ديال سميتو برا ديال التوال. هانتوما هاد التوابات كيما قلت لكم المرة لي فاتت، ها هما كاين هاد التوابات هادو. الزيوفات لي كيمشيو مع العبايات ها هما، المهم هذا هو. هانتوما البنات هاد التوب هذا غادي يلاه دخل جديد، عرفتو الروعة. والتحتاني ديالو شوفو كي دايره الخدمة، خدمة بزاف هاد التوب هذا شوفو. المهم لي بغاه راه في المغرب هذا كيكون غالي بزاف، ولكن هنايا بعدا كيجيبو التواب شوية رخاص، ماشي بحال المغرب، هنا كيكون التوب شويش رخيص على المغرب. البنات بالنسبه للبنات اللي في لندن كيقولوا حتى نمشيو للمغرب ونشريو، بالعكس تاخذوا من هنا احسن، لان شحال مره كناخذ انا الثوب من هنايا كنمشي للمغرب كنلقى الثمن ثمن دوبل. شوفوا هذا الثوب هذا عاوتاني حتى هو يلا دخل جديد شوفوا. المهم غنخلي لكم التليفون لتحت وكاين هذا الخضر حتى هو، شوفوا الخضر اللي فيه كله منبت بالعقيق. شوف التحتاني ديالو عاوتاني هو نفس ديال داك الذهبي، غير هذا في الخضر. المهم هادو هما التواب اللي كاينين دابا اللي دخلوا جداد، وعجبتني حتى واحد وكاين هذا حتى هو. انا هاد واحد المره صومت في قنيطره قال لي مليون وشي حاجه، هاد سميتو هاد الخدمه هادي هاد التواب هادو، واحد مول الصاري في قنيطره يعني 10000 درهم اللي طلب ليا في الثوب بحال هذا. وهنا لهنا الثمن كيكون ناقص بزاف. المهم هذا الشيء اللي كاين دابا. البنات السلام عليكم، انا يلاه رجعت للبطاع. المهم كيما تشوفوا بحال مظلم، شعلت الضو ديال سميتو ديال الكاميرا. خديت هذه اليوم، مشينا لامستردام بعدا خديت هذه هي. المهم ما كندير فيها لا حلوى لا والو، لا شوكولات لا حتى حاجه، كندير فيها التمر لان عندي ما شاء الله الدراري الى لقاو الحلاوه راه ما يبعدوش عليها. ومن بعد نصور لكم شويه داكشي اللي جبت. المهم شات معكم الحاجات اللي كنت مقصده، هاد البرمه هادي اللي عجبني فيها في هاد البرمه البنات هانتوما، عندها هاد كنظن هادو موجودين في المغرب، عندهم هاد روبر هذا ديال بلاستيك يعني ما كيخليش سميتو الصوار يخرج على الجناب، ها
هيا فيهم ثلاثه ديال الماركات، فيها صغيره فيها المويل فيها هذه. وانا ملي شفت الفرق ديال 5 ايرو اللي كاين بيناتهم قلت اللهم في الكبير احسن. هذه دير كسكسو عائلي يعني. وخديت هذه هي ديما كنشوف هاد البنات كيعملوا فيها الكيكه، خديتها. المهم غادي نجرب لكم اول كيكه البنات غدا ان شاء الله، وندير لكم ان شاء الله فيديو باش تشوفوا. وشنو خديت اخر؟ فطوطات لي في رجلي زوينين سخانين، لقيتهم عاملين لهم نص ديال الثمن جبتهم. ايوا الكراتن ديال الحوايج اللي كنت خديت. المهم هذا واحد سميتو، هادشي اللي خديت واقيلا كنظن. وديك المرات اللي خديت التوابل البنات هانتوما هاد التوبة دار شتو في فيديو اللي فات، كان المفروض ناخد جوج من هذا وانا خديت غير واحد من السيد، لان السيدة مولا فهاد التوب هذا عندها سميتو عندها القياس شوية كبير، يعني على الأقل خصها واحد 4 مترون ولا 5 مترون اللي غتجيها في الجلابة. إوا مشيت زدخو عيطت عليه ديك الساعة قلتلو خلي ليا خو داك التوب وصورتلو، المهم خلاه ليا هو. دابا كنعاود نحطلكم الكيس ديال الحانوت اللي كان بلاصتو في أمستردام، وهاد الزيت هذا حتى هو عطاتو لي سميتها كادو مرات مول الحانوت، مرات كنخير هاد الشي لما كنمشي تما كتعطيني كادو. وحتى هاد الشي هدا حلفتو ما يتخلصو منو لا هي ولا جوها، أنا كنحلف هما كيحلفو. إوا قلتلهم قلتلهم غتديو سميتو غتديو تانتوما الأجر في مولات هاد سميتو هدا مولات هاد الثوب هدا. إوا الله يكثر خيرهم. هذا مكان اخليه هكا صوفيت مثلا، صوفيت مثلا هادو باعين والثوب ديالهم باعه بصراحه، راه كاين فرق بين هاد سميتو هاد صوفيت مثلا فيهم فرق. المهم هذا هو كنظن، واخيرا مروخه الشوكولاته الوحيد اللي كتعجبني هي هادي. هادي فين ما كنمشي مثلا مصر هادو كيبيعوا غير المغاربه اللي كيبيعوا هاد مروخه هادي، فين ما كنمشي لامستردام ولا هذا كنجيبها، يعني الشوكولاته الوحيد اللي كيعجبني. مع ان هولندا فيها انواع ديال الشوكولات، ما غاديش نقول لكم على انواع ديال الشوكولات اللي كاين هنايا، ولكن انا كتعجبني هذه، كتفكرني بيامات تاع المغرب اللي كنت صغيره كنخرج من المدرسه كنفوت على مول الحانوت كنشري طريف ب ما نعرف 4 دريال ولا 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 10 دريال. الكحادي سبحان الله. ايوا المهم هذا هو البنات، هادشي دابا اللي خديت اليوم. قلت المهم ما بغيتش مع كانت الشتا كتصن صافي ما قديتش نصور السوق، وكنجيب حتى هاد الخبز هذا البنات كيكون المهم نص طيبه، وكما كنحطو انايا كنعاودو كنطيبو بزاف. الخبز هذا كيتباع في اطلس امستردام، فيه واقيله كان ربعه ولا 5، وفيه هذا وفيه الابيض، المهم راه في تلاقة ديال الزرع، وفيه هادو هما كيتعمرو فيهم شوارما كيتعمرو فيهم. المهم الطابله كيما كتشوفو باقا مربجه، وهذا هو. انا خديت بطوطه البنات، جيت لقيت الراجل شرالي بطوطه حتى هو قلت له لما شريتيها قال لي خليتها للجار هانتوما. دابا دي صافي قلت له باعها تاع دير هذه ما تشاورش معايا، واحده لي بطوطه وانا خديت بطوطه. المهم هذا هو البنات، بهجه تاع اختي وجات لي نوار لان ملي مرات البنات ديالنا ما جاوش عندي للدار حتى البارحه جاوا جاوا لعندي. المهم هادشي اللي كاين اليوم، دابا نخلي لكم ان شاء الله بعض لقطات صورتهم من المحل ديال اللي مشيت عنده المره اللي فاتت، ولكن اليوم صورت شويه احسن لان النهار ديال الكحه كانت قاتلاني تما وما قديتش نهضر، ولكن الحمد لله دابا مزيان. وهذا هو البنات، نتمنى ان شاء الله ونهاركم مبروك ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون خفيف ظريف على قلبكم، ومرحبا و الف مرحبا بكم.